مهم، من بعد ما كسر هؤلاء الناس اللي بيعبدوا النجم والقمر والشمس، انتقل إلى الذين يعبدون الأصنام. كان عندهم قاعة كبيرة فيها أصنام صغيرة وكبيرة من جميع الأحجام. كان في واحد كبير بيعظموه أكثر شيء لأنه كبير. فات سيدنا إبراهيم حامل شو؟ البلطة، يعني الفأس. بلش تكسير بكل الأصنام، كسرهم كلهم، دمرهم. بقي مين الكبير؟ شو عمل فيه؟ أهانه بأنه وضع الفأس التي كسر بها الأصنام علقها وين؟ على عنقه وراح. وهذا سيدنا إبراهيم كان ذكاؤه شديد شديدا. ليه؟ لأنه كان بده يجمع كل الكفار يلي بيعبدوا الأصنام بمكان واحد ليرد عليهم كلهم. قام شو عمل؟ كسر الأصنام، ترك الفأس هنيك وراح. اجوا الكفار طلعوا هيك، مين عمل هيك؟ قالوا هيدا إبراهيم، جيبوا إبراهيم وهذا اللي بده إياه. لأنه عبدة الأوثان كانوا هون وهون وهون وهون، هلأ صاروا كلهم وين؟ في مكان واحد بيرد عليهم شو؟ كلهم مرة واحدة. جابوا لسيدنا إبراهيم، شو قالوا له؟ قالوا له أنت من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا ترتيب التلاوة. أما ترتيب الأحداث، بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم. يا أخي أنا رئيس جمهورية لبنان، إذا هذا اللون أحمر شو بتفهم؟ مني رئيس جمهورية لبنان لأنه هذا اللون منه أحمر. أنا بقدر أحمل فيل بأصبع واحد إذا كان الشيخ اسمه جورج. اسمه جورج يعني أنا ما بقدر أحمل فيل بأصبع واحد. يا إبراهيم مين كسر الأصنام؟ الكبير كسر الصغار إذا كان الصغار ينطقون فاسألوهم. قام شو عملوا؟ نكسوا هيك، نكسوا روسهم وصاروا يلوموا بعضهم البعض انه كيف بتتركوا آلهتنا هيك لوحدة بالقاعة؟ اجا كسرها ابراهيم. صاروا يلوموا بعضهم البعض انه ليه ما حرستوها؟ اجا ابراهيم ودمرها. قال على زعم آلهة تعبد على زعم والعياذ بالله تعالى، هني بدهم يحرسوها. قال ثم بعد ذلك شو قالوا له لابراهيم؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ويعني ابراهيم ليش استعمل هيدا الأسلوب فاسألوهم إن كانوا ينطقون؟ لحتى يطلع الحجة والدليل من أفواه الكفار. وهيدا أقوى نوع في المناظرة، من أقوى أنواع المناظرة، الانتصار والفوز بالمناظرة، أن نخرج الدليل على الخصم من وين؟ من فمه. وطلع الكلام من فمهم، قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. كسرهم.